هل تخيلت من قبل أن هناك حياة في درجة حرارة تصل إلى 70 تحت الصفر؟ نعم، هذا ما يحدث في أويمياكون، أبرد موقع مأهول على كوكب الأرض. السيارات تتجمد والزراعة شبه مستحيلة، الصيد وتربية الحيوانات وسيلة الحياة الوحيدة، والأسماك المجمدة غذاؤهم. تحت رحمة برد لا يعرف الرحمة يعيش نحو 500 شخص هنا في حياة مليئة بالخبايا والأسرار. تابع معنا لتعرف كل ما هو مثير في الدقائق القادمة. أويمياكون، أبرد مكان على الأرض. أويمياكون تلك القرية الأسطورية التي تقع في أقصى شمال شرق روسيا داخل حدود جمهورية ساخا ياقوتيا، تعرف بأنها أبرد مكان مأهول على كوكب الأرض. تقع هذه القرية على بعد 350 كيلومترا فقط من الدائرة القطبية الشمالية، حيث تصبح الحياة أشبه بتحدي دائم للبقاء. في شتاء عام 1933 سجلت أويمياكون إحدى أدنى درجات الحرارة في التاريخ، والتي بلغت -67.7 درجات مئوية، لتدخل بذلك كتاب الأرقام القياسية وتصبح رمزا عالميا للبرودة الشديدة. المشهد المحيط بأويمياكون يكاد يكون مستوحى من روايات الخيال. تحاصرها جبال سيبيريا المغطاة بالجليد، بينما يتجمد نهر إنديغيرغا القريب معظم شهور السنة. هنا تتجمد السيارات بسرعة هائلة وتصبح الزراعة شبه مستحيلة، إذ يبقى سكان القرية على قيد الحياة عبر الصيد وتربية الحيوانات التي تتحمل هذه الظروف القاسية. عزلة القرية وموقعها النائي عن العالم يضفيان عليها هالة من الغموض، فتجسد أويمياكون قوة الصمود البشري لتصبح قصة يرويها الزمن عن قدرة الإنسان على التأقلم مع أقصى الظروف. معركة مع الصقيع من أجل الحياة. في أويمياكون كل يوم هو معركة جديدة في مواجهة قسوة الطبيعة. هذه القرية التي يبلغ عدد سكانها حوالي 500 نسمة تعيش تحت رحمة برد لا يعرف الرحمة. يجبر السكان على تحضير أنفسهم من اللحظة الأولى لاستيقاظهم، فالأحذية تدفأ قبل ارتدائها، والسيارات تتطلب ساعات من التسخين لتصبح قابلة للتشغيل. في عالم يتجمد فيه كل شيء، يعتمد الناس على لحوم الرنة والأسماك المجمدة كأحد مصادر الغذاء الأساسية، حيث تؤكل غالبا بعد صيدها مباشرة من النهر المتجمد. الملابس هنا ليست مجرد اختيار بل ضرورة، فكل شخص يرتدي الفراء لحماية نفسه من درجات حرارة تتجاوز حدود التحمل البشري. حتى المدارس لها قوانينها الخاصة بالطقس، إذ تبقى مفتوحة إلا إذا وصلت درجة الحرارة إلى -52 درجة مئوية. الأطفال الذين يرتادون المدرسة يقطعون الطريق إما سيرا أو باستخدام وسائل نقل حيوانية تتحمل الجليد. في أويمياكون الحياة ليست سهلة، لكنها مليئة بالتحدي والإصرار. هنا يتعلم السكان كيفية التكيف مع برودة تروي قصة صمود يومية ومواجهة حقيقية مع الطبيعة المتجمدة. تحديات صحية ومناخية. الحياة في أويمياكون ليست مجرد مواجهة مع البرد، بل معركة دائمة للحفاظ على الصحة في ظروف قاسية، في درجات حرارة تصل إلى 60 درجة مئوية تحت الصفر. قد يؤدي تعرض الجلد المكشوف لدقائق قليلة إلى قضمة الصقيع، وهي حالة خطيرة تتطلب تدخلا سريعا لتفادي الضرر الدائم. التنفس في الهواء الجليدي ليس بالأمر السهل، فاستنشاق الهواء البارد يهيج الجهاز التنفسي، مما يجبر السكان على تغطية وجوههم بطبقات سميكة من القماش لحماية رئاتهم من البرد القاتل. حتى القلب لا ينجو من هذا التحدي، حيث يجبر الجسم على بذل مجهود إضافي ليحافظ على حرارته الداخلية، مما يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب. داخل المنازل التدفئة ليست رفاهية بل ضرورة حتمية، إذ تستخدم مواقد الحطب والفحم على مدار الساعة لضمان بقاء درجة الحرارة مناسبة بما يكفي للحياة.
هذه التحديات الصحية التي يواجهها سكان أويمياكون أصبحت جزءاً من روتينهم اليومي، ما جعلهم أبطالاً في فن التكيف مع أقسى ظروف الطبيعة وأشدها برودة. اقتصاد التحدي في قلب الثلج. في أويمياكون الاقتصاد ليس مجرد وسيلة للعيش، بل هو تحد للبقاء في بيئة قاسية ترفض كل أشكال الحياة السهلة. يعيش السكان هنا على إيقاع الطبيعة المتجمدة، معتمدين على صيد الأسماك وتربية الرنة لتأمين غذائهم ودخلهم. نهر إنديغيركا المتجمد في معظم أوقات السنة يقدم لهم الأسماك التي تحفظ بفضل برودة الطقس جاهزة للاستهلاك أو البيع. أما الرنة فهي كنز متعدد الفوائد، تقدم اللحوم الطازجة والفراء الدافئ الذي يستخدم لصناعة ملابس شديدة التحمل تحمي السكان من الصقيع. ويعد فراء الرنة من السلع التجارية التي يتبادلها السكان مع المدن المجاورة، وذلك لشراء ما يحتاجون إليه في حياتهم اليومية. في السنوات الأخيرة فتحت السياحة بابا جديدا لأهالي أويمياكون، إذ يأتي الزوار لاستكشاف أسرار الحياة في أبرد بقعة مأهولة على هذا الكوكب. يقدم السكان تجارب فريدة للزوار، من جولات بين البيوت الجليدية إلى بيع تذكارات تعكس روح القرية. بهذا أصبحت السياحة إضافة جديدة لهذا المجتمع الصامد، تمنح العالم لمحة عن صلابة حياة شعب يكافح كل يوم في مواجهة قسوة الطبيعة. ثقافة الصمود في قلب الجليد. تنبض أويمياكون بثقافة عريقة تشبه روح الصمود التي يتوارثها أهلها عبر الأجيال. ينحدر معظم السكان من قبائل الياكوت السيبيرية ويحتفظون بتقاليد تعود لمئات السنين، تعكس ارتباطهم الوثيق بالطبيعة المتجمدة التي تحيط بهم. يحتفل السكان في كل عام بمهرجان إيساخ، وهو حدث يشهد بداية الربيع ونهاية الشتاء القاسي، حيث يجتمعون للرقص والموسيقى ويقدمون الأطعمة التقليدية كرمز للفرح والتفاؤل. تعزز هذه الاحتفالات روابط المجتمع وتمنح الأجيال الشابة فرصة للاطلاع على تقاليد عريقة، فتغذي فيهم روح الانتماء إلى هذه الأرض الفريدة. إلى جانب ذلك تعتبر الحرف اليدوية جزءاً من هوية أويمياكون، إذ يصنع السكان الملابس الفاخرة والأدوات من جلود وفراء الحيوانات، ويزينوها بزخارف ترمز إلى الطبيعة وقسوتها وجمالها. في أويمياكون الثقافة ليست مجرد موروث، بل هي درع يحميهم ويقويهم في وجه الحياة القاسية، رمز يفتخرون به ويعيشون بهويتهم وتقاليدهم، رافعين راية الصمود التي تتحدى كل صقيع.